قام أعضاء جمعية الهلال الأحمر فرع غات وبإشراف فريق الطوارئ بالفرع بمناورة تدريبية تمثلت في الاستجابة والتدخل السريع لنداء الاستغاثة من مركز المهاجرين الواقع قرب منطقة نزاع مسلح. قام الهلال الأحمر فرع غات بمناورة تدريبية بالتنسيق مع قسم الإسعاف والطوارئ، وكان السيناريو حول كيفية التدخل السريع وأيضا انتشال الجرحى من موقع الهجرة الغير شرعية. المناورة شارك فيها رجال الأمن بمركز شرطة غات ووحدة الإسعاف بقطاع الصحة، حيث تأتي هذه المناورة في إطار الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي طارئ. شارك في هذه المناورة عدة من جهات، مركز شرطة غات وأيضا قسم إسعاف الطوارئ وعدة أقسام في جمعية الهلال الأحمر. وبالمناسبة هذه أيضا نحب نشكر جميع من ساهم في نجاح هذه المناورة. مثل هذه التدريبات والمناورات تزيد من كفاءة المشاركين والمساهمة في التدخل السريع لإنقاذ الأرواح تحت أي ظرف.